الفم. أعراض وأمراض. ضيفنا البروفيسور سمير السامرائي، اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحتها في مركز السامرائي في مدينة دبي الطبية، وطرق التواصل على الهاتف 600-551-1414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. السلام عليكم بروفيسور. وعليكم السلام على الدكتور بسام. حصى المسالك البولية تعتبر وكما يقال عنها بأنها الخبز اليومي للعيادات بشكل عام، عيادات المسالك البولية، وأيضا طبعا بمعنى لكثرة انتشارها وشيوعها في مختلف أنحاء العالم، وأيضا في بعض المناطق يعني يكون سكانها يصابون كثيرا بهذه الحصات والرمال أيضا. دكتور، مرض حصى الكلى بالحقيقة هو مشكلة تشكو منها البشرية منذ قرون. معدل الإصابة خلال فترة الحياة بكل شخص تقدر بين 5-10%، وتصاب المرأة 3 أضعاف أكثر من الرجل بذلك. قمة الإصابة تكون بالـ30 من العمر، وضعفها عند المرأة يعني إحداهما في 35 والثانية في 55. الأسباب التي الغير مباشرة التي تؤدي إلى الحصى هو السلالة والعرق البشري والموقع الجغرافي، وكما قلت للعيش في المناطق الحارة مثلا. تغير الفصول خلال السنة، وخاصة فصل الصيف ترتفع نسبة الإصابة، لأن يرتفع تشبع البول بسبب الجفاف. هذه الأسباب المباشرة. الغير مباشرة هي الحقيقة الأسباب المرضية الباثولوجية تؤدي إلى تكون الحصى في الجهاز. أولا ارتفاع نسبة حامض اليوريكي في الدم بسبب الإفراط بتناول لحوم حمراء وشراب الشعير والشوكولات. ليش؟ لأن إفراط باللحوم الحمراء تحتوي هذه اللحوم بدرجة عالية على حوامض أمينية، وبما أن الهدم الأيضي لهذه البروتين يؤدي إلى تكون حامض الفوسفور والكبريت ترتفع من جراء ذلك حامضية البول، وهذه بدورها تساعد على نمو وترسب الحصى والمتكون من أملاح حامض اليوريك يسموها اليوريك، وهذه نقدر نعالجها بتغيير التفاعل الحامي. أما الإفراط بالسبانخ والطماطم ونسميه يعني الإفراط بالبروتينات النباتية التي تحتوي على حوامض أمينية حامض الأوكسالات وتؤدي إلى ارتفاع قاعدية البول وتؤدي إلى ترسب الأوكسالات والفوسفات وغيرها. هاي الأسباب يجب أن يعرفها المريض، لأن ومن جراء ذلك نقدر يعني نتطرق إلى الوقاية. ولكن يجب أن أقول بأنه الارتفاع كمية الكالسيوم في الدم من جراء مرض فرط امتصاص معوي للمادة جينيا وراثيا يسبب الحصى، وكذلك في أمس الإفراط في تناول الحليب ومشتقاته كالجبن وغيره يؤدي إلى فرط في جنيبات الدرقية يسموها الباراهيدرو. هذه تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكالسيوم المتكون، التهابات جرثومية في المسالك في المسالك، وتشوهات خلقية تضيقية في المسالك البولية تؤدي إلى تواطؤ في جريان البول الذي يجب أن يكون بين 5-10 دقائق من الكبيبة إلى الخارج، وهذا إذا تباطأ تترسب الأملاح وتتكون الحصى. نعم، طبعا نتمنى دائما الاهتمام بالصحة وأيضا الإكثار من شرب الماء، نقول الماء وليس فقط السوائل رغم أهمية السوائل الأخرى، لكن الماء بشكل أساسي. طبعا هذا الأمر، نعم هذا الأمر هام جدا، يعني من 3-4 لترات في اليوم أيام الصيف. نعم، وأنا طبعا أستغرب من بعض الأطباء وبعض أيضا الأشخاص الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوصي بأن مقولة الإكثار من شرب لترين أو أكثر في اليوم هي مقولة خاطئة. أنا لا أعرف من أين استقى هذه المعلومات. نعم، أنا أفسرها دكتور عادل دكتور بشار. فرط التشبع البولي بأملاح الكالسيوم والأكسلات والحمض، يعني فرط التشبع الإشباع وفي كل سائل يؤدي كيميائيا إلى الحالة الصلبة، وهذه يعني البلورة لهذه الأملاح، لأن التشبع هو الجفاف، إذا عدم تناول السوائل، وهذا هو مقياس علمي ثابت. أي تشبع في سائل فوق العادة يؤدي إلى تركيزه في حالة
جفها في الجسم، ومن ثم ترسب هذه الأملاح وبلورتها، ومن ثم تكوين نواة الحصى وتحشدها واحتباسها وتتكون الحصى. ها يجب أن نعرفها بأن الماء السائل الذي يؤدي إلى إزالة التشبع وهذا أو الإشباع في 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 سائل البول، هذا يجب أن يكون وقائيا وعلاجيا. نعم، وطبعا هذا أمر هام جدا، لذلك أيضا نعم مع الإكثار من نعم الإكثار يعني من هذا اضطراب نعم. التوازن الفيزيو كيميائي للكليتين، يعني احنا نصير عندنا اضطراب لأن الجفاف يؤدي إلى إشباع وتكون وترسب الأملاح. طيب بعد الفاصل نتابع حديثنا مع البروفيسور سمير السامرائي اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحتها في مركز البروفيسور سمير السامرائي الطبي في مدينة دبي. السلام عليكم بروفيسور. وعليكم السلام على الدكتور بسام، تفضل. نتكلم عن المظاهر والأعراض السريرية لو سمحت. في الحقيقة من تتكون الحصى خلال 10 دقائق أقولها تتكون و تسبب إلى تضيق أو يعني تغير مكانها من الحوض الكلوي إلى الحالب، تسبب المخص الكلوي والحالبي، وهذه أوجاع يعني لا يطيقها البشر، ولهذا تبدأ في مغص كلوي في الخاصرة أو في أسفل البطن الجهة اللي موجود بها الحصى، والغثيان والتقيؤ من الأعراض الجانبية الأخرى، والمريض يذهب إلى الطبيب من جراء المغص الكلوي. هاي الأعراض الرئيسية. طبعا العوامل السلبية اللي تسبب عدم مرور الحصى من خلال جانبه بدون آلام وحجم الحصى وشكله، احتقانات وقلصات في الحالب المصاب وحركة الحالب التمعجية، هذه الأشياء تؤدي إلى هذه الأعراض، والتشخيص يتم خلال طبعا تفضل. نحكي عن التشخيص لو سمحت، لأنه معي اتصال من الأخ أبو خليفة. السلام عليكم. عليكم السلام حضرة الدكتور. يا مرحبا، تفضل. أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ رحب بالدكتور، إذاك الله خير. البروفيسور معك، عم يسمعك، تفضل. نعم حياك الله دكتور، مرحبا. أهلا بك أبو خليفة. طالما كنت بشك نفسي أن في تضخم عندي كده في البروستات، رحت الدكتور مسالت وعمل لي سونار تقريبا، أو يسموه إشعاع ما أدري، سونار أو تلفزيون. سونار فقال لي قياس البروستات عندك 26 طبيعي جدا. انا عمري الان قد عمرك ابو خليفه؟ ايش قد عمرك؟ 57 57 57 زين. نعم، وقال لي كذلك حضرتك بالنسبه للنفس التلفزيون يعني بيأشر على الكلى، قال الحمد لله الكلى ايضا جيد، يعني ما في اي شيء اي حصى اي شيء. هل صحيح انه اكتشف الكشف الكلى بالتلفزيون صحيح؟ يعني يقدر سؤالي يقدر في يرى كل شيء بواسطة الجهاز الموجات فوق الصوتية الكلى والمثانة والبروستات، ولكن ما الذي يعني خلاك تروح للطبيب؟ لا تبقى عندك أعراض لو رحت للفحص الدوري لو شو؟ عندي أعراض، عندي شوية تسيب الله يعزك التبول كثير في الماء، تبول كثير بالليل كده يعني. بالليل ولا بالليل يعني. وبالنهار يعني. كل يوم اشرب كثير زياده على طول الحمام ما اقدر ما اعطاك الدكتور شيء دواء لان تضخم البروستات ما فوق 45 سنه، انا قلت في حلقات مع الدكتور بسام السابقه يؤدي الى تضيق في عنق المثانه والاحليل ما تحت المثانه، مؤدي الى عدم تدفقه بصوره صحيحه وبقاء من البول بعد التبول، وينتج من ذلك الالحاح البولي والتردد للحمام، وهذه يوجد لها علاجها الحمد لله وتختفي الاعراض. نعم حضرتك، اعطاني حبوب هو بس ما ادري شو النوع، اي الله اعلم، يعني اعطاني نوعين من الحبوب ولا تحسن بالموضوع؟ لا حتى الان لسه يعني قريبا ماخذ يعني يمكن من يعني 4 أيام أو 5 أيام بس. لا عجل تنتظر، يعني هذه يجب ان ننتظر العلاج لكي يكمن مفعوله في المنطقه ويتوسع ويرتخي عنق المثانه والبروستات تعالج من خلال ذلك بماده اخرى، والحمد لله هذا شيء صحيح وان شاء الله لك الشفاء العاجل. نتمنى لك الصحه دكتور. بالنسبه للقياس الصحيح انه جيد يعني ما في تضخم ولا كل رجل ما فوق 40
يصاب بالتضخم إن راد أم لا يريد، هذه تطور فيزيولوجي. نعم طيب. طيب أخي أبو خليفة، إذا في مجال نعم. ما له علاقة. نعم. علاقة إذا في مجال أيضا أنا يعني بتصل معك بعد انتهاء البرنامج. نعم طيب وشكرا لاتصالك، أنا إن شاء الله بتواصل معك بعد انتهاء البرنامج حتى أعطيك المعلومات أيضا الكافية والشافية، وإذا عندك أيضا تحليل أو تقرير ترسل لي إياه بحوله للبروفيسور. عندي أيضا اتصال من الأخ خليفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بك، يا مرحبا تفضل. كيف حالكم؟ إن شاء الله خير الحمد لله. كيف حالك يا بروفيسور؟ كل هلا بك. هلا بخليفة. يا مرحبا يا بروفيسور. أنا الله يسلمك مسوي حادث، كان عمري 18 سنة تقريبا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فبعد الحادث كان عندي تبول والبراز لا إرادي، يعني يوم يجي على طول. ففحصت على عملية كشفت طلع عندي حصوة في المثانة، وسويت العملية وشلوها الحصوة، اتصلوها. تمام تمام زين. وما زالت عندي هال يعني عدم التحكم في البول. هو بس تفرغ المثانة كاملا وتخضع لفحوصات دورية. لا والله هذا كان عمري 43. التبول يعني هلا شو الأعراض اللي عندك؟ يعني تبول إلحاحي، عدم السيطرة على البول، أو تردد الحمام. أيوة يعني إذا جاني جتني البولة مثلا ما لازم أفرغ، يعني ما أقدر أنتظر أكثر. وأبشرك خليفة إلها علاج حديث والحمد لله والشكر، وإن شاء الله يكون وهاي تختفي الأعراض. موجود العلاج حديثا والحمد لله. الحمد لله. بس يا بروفيسور يعني هل إن شاء الله بعد عمرنا طويل لما يستوي عندي 50 أو شيء، هل إنها تخف عندي الخوف لأن العلاج غير قادر على التحمل أو شيء من هالقبيل؟ فياليت لو تفيدنا يا بروفيسور. جزاك الله خير. فترة سابقة نعم تكلمت عن المثانة العصبية من جراء الحوادث هذه. طيب شكرا. نعم شكرا لاتصالك أخي خليفة. نعم شكرا لاتصالك أخي خليفة، أنا أيضا بتواصل معك بعد انتهاء البرنامج حتى أيضا زودك بمعلومات موجود العلاج. نعم طيب كان معي دقيقتين 3 دقائق. طيب نتكلم عن التشخيص بسرعة وأيضا طرق العلاج بروفيسور مختصر مفيد. نعم. بالتشخيص يتم يعني تشخيص الحصى بواسطة الموجات فوق الصوتية وحصى الكلى وحصى الحالب. يجب أن يخضع المريض إلى أشعة سينية صورة واحدة ونعرف موقع الحصوة وحجمها، تحليل البول وتفاعله الحامضي أو القاعدي لنعرف ما هي نوع الحصوة تقريبا، توسع الحوض الكلوي وعدمه هذا يدل على وجود حصوة في الحالب أو في حوض الكلى. بعدين أوجاع في الخاصرة وأسفل البطن هذه تدل على وجود حصوة. تحليل الدم وضعف الكلى هذا يجب، وإحنا لازم نعرف يعني المراحل يعني اللي يمر بها الإنسان. هو بداية من تكون نواة الحصوة إلى نموها وتراكمها واحتباسها ثم خروجها من المنطقة من الكلى، وتبدأ تحدث الأشخاص الأعراض ويشخص من جراء ذلك هذه الحصوة، ويتم علاجها إما دوائيا أو بواسطة التفتيت بالمنظار اللين وبالليزر الأخضر أو من خارج الكلى بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية. والحمد لله العلاج الدوائي يعتمد على قاعدية أو حامضية البول لنعرف نوع الحصوة، ويتم علاجها بدون تدخل منظاري أو خارجي. نعم وطبعا نتمنى دائما أيضا الاهتمام بالجانب الوقائي، وطبعا طرق التشخيص متاحة، طرق العلاج بحمد الله أيضا متاحة ومتوفرة. ماذا عن الوقاية بروفيسور؟ الوقاية يعني من حصل كلها تكمن في استهلاك كميات أكثر من السوائل والماء 3 إلى 4 لترات في اليوم، ومن ضمنها عصائر الفواكه الحامضية مثل البرتقال واللمون الموجودة بها المادة الكابتة لتكون نواة الحصى وهو الحامض السيتريكي، وكذلك عصير الأناناس وغيره. وفي نفس الوقت يجب على الشخص المصاب وتعرضه للإصابة أن يستهلك كميات أقل من السبانخ والخضروات الورقية والطماطم، هذه تؤدي إلى تكون الأكسلات ويتفادى أكل الجبن ومشتقات الحليب بكثرة،
وهؤلاء المصابون يجب أن يتبعوا هذه الوقاية، لأن الإصابة يعني تحدث مرة ثانية بعد سنة بنسبة 10% إذا لم يعني يتبع الوقاية، وبعد 5 سنوات 35% بدون وقاية، وبعد 10 سنوات 50% ترجع الحصوة. يجب علينا الوقاية، والوقاية خير من العلاج دائما. وكل الشكر للبروفيسور سمير السامرائي، اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحتها والعقم عند الذكور في مركز البروفيسور سمير السامرائي في مدينة دبي الطبية. شكرا لك ولهذه المعلومات بروفيسور سمير. وأنا ممنون وألف شكر. شكرا.